زار قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عصر اليوم مدرسة القلب المقدس، حيث التقى بمجموعة من الطلبة من مختلف المدارس والجامعات والذين بلغ عددهم 643. وكان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله إلى المدرسة يرافقه رئيس بعثة الشرف سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة، وعدد من المستقبلين. وبدأ قداسة البابا كلمته خلال الزيارة قائلا إنه سعيد بما لمسه في مملكة البحرين من التقاء وحوار بين مختلف الثقافات والأديان، معربا عن سروره بتواجد الطلبة والشباب الذين يمثلون هذا التنوع في البحرين ويجسدون صورة من صور التعايش فيها. وخلال اللقاء خاطب قداسة البابا الطلبة قائلا إن الجميع يحتاج لإبداعهم ولأحلامهم وشجاعتهم ولروحهم المرحة التي تبعث روح التجديد في كيفية التعامل مع الأمور. وحثهم قداسة البابا على اعتناق ثقافة الاهتمام، موضحا بأن ذلك يعني التعاطف مع الغير وفهم أفكارهم واهتماماتهم ومشاعرهم. وأردف قداسته قائلا بأن تعزيز هذه الثقافة ينعكس بالتالي على تعزيز روح الأخوة في المجتمعات. وفي معرض تعليقه على كلمات الطلبة خلال اللقاء التي ألقيت بلغات متعددة، حث قداسة البابا على التمسك بروح الأخوة التي تمكنهم من أن يكونوا بناة للمستقبل، كما أكد على ضرورة أن يكون لهم نماذج يقتدون بها ويستشيرونها، وأن تكون لهم صحبة طيبة تعينهم في مشوار الحياة. ودعا قداسة البابا الحضور إلى الحرص على بناء العلاقات مع من حولهم والبدء ببناء علاقة قوية مع الله، كما شجعهم على قبول تحديات صنع القرار والإقبال على الحياة دون خوف، فالله معهم دوما، كما ألقت الأخت روز ألين توماس مديرة مدرسة القلب المقدس كلمة قدمت فيها خالص الشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم وقداسة بابا الفاتيكان باعتبارهما رمزين للحوار والتعايش والسلام العالمي، مشيرة في كلمتها إلى تاريخ المدرسة الممتد على مدى 74 عاما، مؤكدة على أهمية هذه الزيارة ورمزيتها التاريخية للمدرسة. And with such great enthusiasm, I would like to thank Sister Rosalind. Look out at you who are not all of the same religion and are not afraid to rise, to break down many social and cultural barriers and to foster the growth of fraternity. Prendersi cura significa sviluppare un atteggiamento interiore di culture of care. Sister Rosalind used that expression, culture of care. Sadness creates much damage in the world. If it slipped through your fingers, please do not be tourists of life who only see it from the outside, who only see the surface of things, without exception a treasure, a unique and precious treasure. So please do not lock your life nella comunità, dei compiaggi di classe, del collegio, del lavoro. Here where I live, in this place where Providence has brought me. Questo è il primo invito. أدعوك يا الله من أجل السلام والوئام في هذا العالم. Heavenly Father, we pray for all the young people. Nous te prions pour tous les éducateurs, parents et aînés. ताकि आज की युवा पीढ़ी को विकास और आपसी उवन आरक्षा करन तवद मद्रव्य उगुलत हसवी सिटिनन हा नमिन कैबीगन इबुहुस मोपो अंग कपायपाअन सामिन May God bless you.
مدرسة القلب المقدس كان هناك لقاء أبوي تجسد بلقاء قداسة بابا فرانسيس بابا الفاتيكان بأبنائه الطلبة. جاءوا من كافة مدارس البحرين الحكومية والخاصة ليستمعوا لكلمته التي وجهها لهم ليكونوا شبابا يحملون راية المبادئ والقيم الإنسانية في العالم. البابا اليوم بيناتنا كطلبة هو حدث تاريخي لا ينتسى، وهذا بالنسبة لي كان حلم. المملكة البحرين هي وطن للجميع وتحضن ناس من كل الأديان، ليس هناك فرق بين جنسية أو عرق أو ديانة، وطبعا هذا الشكر لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظهم الله على هذه الدعم المستمر للتعايش وحرية الدين في هذه المملكة الحبيبة. هذه الزيارة ستعزز السلام والتعاون الديني بيننا، وبإذن الله سنصل إلى مستويات عالية من الوعي الديني والتسامح. وكطالب من مدرسة ابن خلدون الوطنية التي تعلمنا التسامح، وكطالب قبطي أرثوذكسي أيضا، يشرفني أن أكون جزءا من هذه المناسبة الجميلة التي ستعلق في أذهاننا لوقت طويل. بكلمات معبرة ومشاعر جميلة أكد الطلبة المشاركون في الملتقى على إن هذا اللقاء الأبوي عزز بداخلهم فكرة التعايش وتقبل الآخر ومبدأ احترام كافة الأديان. صراحة دي فرصة ذهبية إن احنا نبقى هنا ونشوف أشياء مختلفة أو نتعرف على ديانات مختلفة، وطبعا مدرسة خولة وحتى التعلم في البحرين على طول علمنا ان احنا نبقى متعاونين متكافئين مع بعض، وهذه قد فرصة ذهبية ان احنا نسمع رأي البابا ونشوف، وكانت بجد فرصة جميلة ان احنا نسمعه وهو بيتكلم. زيارة حسيتها دليل كبير جدا على تسامح الأديان في مملكتنا الحبيبة، وبعد هي فعلا يعني لها مكانة كبيرة عندنا، لأن إحنا دائماً متعودين على أن الزيارات تكون من شخصيات دينية لها علاقة بديانتنا، بس إنه حلو إنه يكون في ديانات ثانية، وإحنا نتقبل الناس من حولنا مهما اختلفت أديانهم أو مهما اختلفت جنسياتهم وغيرها. هذه الزيارة التاريخية التي شهدها عدد من طلبة المدارس زرعت بداخلهم الكثير من المفاهيم الإيجابية. بكلمات معبرة لامست وجدان الطلبة والطالبات المشاركين في هذا الملتقى الذي شدد من خلاله قداسة البابا فرانسيس على إن الشباب هم عماد المستقبل، ويجب أن يكونوا مثالاً يحتذى به في مجال التعايش والمحبة والسلام، خصوصاً وإنهم نشأوا على أرض البحرين والتي كانت ولا زالت أيقونة للسلام والتعايش والمحبة. خولة القرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.